السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع 11 المحاضرة الأولى في علم الكيمياء الحيوية بايو كيمستري. طبعا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن ليبيدز وهي الدهون، وتوقفنا عند هذه الشريحة سلايد توصل عندها. وقفنا لهاي النقطة، تكلمنا عن الصفات العامة للدهون وتقسيماتها. الآن سنتكلم على فاتي أسيد. قال لك إنه في هاي الدهون أو السلاسل الطويلة من هاي الدهون التي يطلق عليها فاتي أسيد، قال لك the physical properties، الخواص الفيزيائية لهاي السلاسل of fatty acid compounds are largely determined، غالبا تحسب من خلال by the length، طول هاي السلسلة. كم كربونة؟ كربونة ممكن 4 كربونات لغاية 36 كربونة، and degree of an saturation of the hydrocarbonate chain، وكم درجة أو كم وجود لهاي الدبل بوند، الرابطة الثنائية، ممكن واحد ممكن اثنين ممكن ثلاثة. خلي بالك كمان ليه ال دبل بوند بتأثر، لأنه زي ما احنا شايفين الشكل حدث تغيير على الشكل، تمام؟ يبقى هيك بنحسبها. However the nonpolar hydrocarbonate chain account for the poor solubility of fatty acid in water. طبعا هذا يعتبر كخاصية مميزة لهاي الأحماض الأمينية الدهنية عفوا، أنها تكون كارهة للماء. accounts تؤخذ في الحسبان the poor solubility، أي أنه هذه السلاسل ما فيش مجال انه نقول محبة للماء. طيب شو الفرق؟ What is the difference between saturated and unsaturated fatty acid؟ أول شيء هاي saturated ما فيش في double bond، يبقى ال unsaturated عندي هان في double bond. زي ما انتم شايفين الهيدروجين اللي كانت هان والهيدروجين اللي كانت هان مش موجودات، فبالتالي الرابطة اللي هان واللي هان ارتبطت فعملت لي ايه دبل بوند، فبنقول ان ساتوريتد. يبقى قال لك هان الان ساتوريتد كونتين دبل بوند اور مور، كونتين 1 دبل بوند اور مور، ميبي 3 ميبي 2 3، فممكن تكون تنتين او ثلاثه. الانساتوريتد زي زيت الزيتون mainly from plant source، اكتب لي عليها اضيف لي هان كمان نقطة example as olive oil زيت الزيتون mainly oily، يعني بتكون ايه سائلة عند ايه ال RT، حكينا فيها وتكلمنا room temperature. sometimes branched، تمام، يوجد فيها تفرع أي أكثر من سلسلة بتكون. شوف عندك هان saturated ستيريك أسيد موجود في المارجرين والزبادي وخلافه، ما فيش فيه دبل بوند. unsaturated لينوليك أسيد زيت موجود فيجيتابل اويل، الرابطة هان بنقول عنها سيس، أي أنها هيدروجين هان وهيدروجين هان، هذا الشكل زي هيك عدل لينير بنقول عنه سيس. هان الرابطة الترانس أي عكس بعض، شايفين هان هيدروجين الثانية جاية هان. طيب هان دبل
بونت موجود عندنا هنا في اللينوليك، هذا اللي هو في المارجرين المنجرينة اللي احنا بنشتريها الألواح منها هذه. طيب كيف بنسمي الدهون؟ شفتوا السلسلة الطويلة؟ كيف بدنا نسميها؟ طيب اطلع عندك في الكتاب أو خلينا نرجع للرسمة اللي موجودة عندي أنا وبدنا نسمي هذا الدهون. طلع لي عندك في الكتاب لو سمحت A Simplified Human Culture، أخذنا كيف بنسمي البروتين، أخذنا كيف بنسمي الكربوهيدرات مالتوز مع جلوكوز مع جلوكوز، ألفا وبيتا فاكرينها، اللي مش فاكرها يرجع لها. التسمية في الامتحان النظري ليس على الكمبيوتر، أنا بجيب سؤال سمي لي، بجيب لك بروتين، بجيب لك سكريات، تمام، وبجيب لك دهون. طبعا هذا بالوضع العادي السؤال عليه 15 علامة. طيب من 100 Simplified Norman Cultures، أول شيء قال لك For this compound specifies، لهذه المركبات عشان إحنا في عندنا خصوصية في التسمية، The chains lymphs طول السلسلة والرقم لا الدبل بوند، يبقى احنا ايه طول السلسله. كيف يعني يا استاذ؟ طلع عندي هان، اجيب القلم لحظه شويه. اول شيء طول السلسله كربونه، تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 9 10 11 12 13 14 15 16 17 كربون. طبعا هاي ما بنحسبها، اصبح الان عندنا 16 كربونة، هذا رقم واحد. في دبل بوند؟ ما فيش. طب لو اجينا هنا كربونات 2 3 4 5 6 7 8 نرجع لهان، نعيد بس للهدف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذه سبعة، تمام، ثمانية تسعة عشرة، هذه عشرة كربون، رقم عشرة، 11 12 13 14 15 16. سمي لي يا أستاذ قبل ما نروح على الكتاب نسمي هذه. شوف يا أستاذ الكريم، أول شيء بنكتب اسم قديش عدد الكربونات، 16، بنحط نقطتين، تمام. كم دبل بوند موجودة عندي؟ واحدة اثنتين، يبقى بعد النقطتين اللي حطناهم بنحط رقم اثنين، بنفتح قوس بنجيب دلتا مثلث، هذا اسمه دلتا، تمام. هاي الرابطة ما بين كربونة رقم سبعة وكربونة رقم ثمانية، بنقول هنا يبقى انه على دلتا هان فوق بخط صغير سبعة وبنعمل فاصلة، تمام. ليه ما كتبنا ثمانية؟ لا، بناخد الكربونة اللي في الاول. طيب هان ثمانية تسعة، عند عشرة، عند عشرة، تمام، في كربونة عليها رابطة أيضا دبل بوند، بنيجي بنقول هان عند عشرة كمان واحدة. في غيرها دبل بوند؟ لا مفيش. يبقى بنروح بكل بساطة مسكرين القوس هيك، سمينا هاي أو وصفناها كيميائيا، تمام، وبنكتب اسمها لينو أوليك أسيد، تمام، جنبان لينو أوليك أسيد بنكتبه وهيك سميناها. وصلت؟ يبقى هنا قال لك for these compounds specify the chain length and number، لازم تبقى عارف طول السلسلة وقديش عدد الدبل بوند اللي تو شفناهم، separated by a colon، يعني كولون بتفصلها من خلال نقطتين زي كده. for example قال لك 16 كربون اللي تو شفناهم saturated مشبعة، palmitic acid is abbreviated، يتم اختصارها كتابة 16،
واللي فوق اللي تو شفناها هاي، نرجع للصورة، هنا 16 كولون نقطتين وبتحط صفر جنبها، ما فيش دبل بوند لأنه إيه ساتوريتد. بينما عندي كربون لو كان 18 أوليك أسيد مثلا، لو كان 1 دبل بوند، لو في عندها دبل بوند واحدة نقطتين تمام كولون، وبنحط رقم واحد، ما خلصتش التسمية. طب وين روحك؟ ذا بوزيشن اوف اني دبل بوند ار سبيسيفايد باي سب سوبر سكريبت، بنوصفها نمبر باي فلوت، بنحط دلتا. دلتا مين؟ اللي هو المثلث هذا، بنحط دلتا المثلث تمام. ومثلا هاي 20 كربون فاتي اسيد ود 1 دبل بوند، بنروح ايه عند سي رقم 9 ل 10، بنقول من سي رقم 9 الى 10 عند سي 10، هي الرابطه موجوده ما بين 9 وما بين 10، سي 1 بينج ذا كاربوكسيل كربون اند انذر بتوين، موجوده كمان رابطه ما بين 12 و13 دبل بوند. is designated يعني يتم تصميم او عمل التسميه او الوصف الكيميائي لها. اول شيء هي 20 كربون كولون، هاي 2 دبل بوند، يعني فتحنا قوس حطينا دلتا 9 لفوق شويه مش على الخط قاعده، هيها ما بين 9 و10 بناخذ الرقم الاول 9، بعدين من ما بين 12 ل 13 بناخذ رقم 12، سكرنا القوس نقطه وكان الله بالسر علي. عندي هنا هاي للعلم بالشيء، ما بدي تحفظوا هذا منه شيء، لكن للعلم بالشيء 14 كربونه 16 18 تمام، لوريك اسيد، مريستيك اسيد تمام، بيرميتيك اسيد. طيب لوريك اسيد اللي هو حمض الغار بيقولوا عنه، مريستيك اسيد حمض الحياء بيقولوا عنه او الحياه، بالميتيك اسيد اللي هو زيت البلح او زيت النخل تمام، ستيريك اسيد اللي هو حمض الشمع مثلا، ارشيدينيك اللي والى خلافه ما بدي اقعد اقرا فيه تمام. بس هذا نعرفه بكفي يعني، بركه منكم. تراي جليسرايد ار فاتي اسيد ايسترز اوف جليسرول، تراي جليسرايد، تراي جليسرايد الدهون الثلاثية اللي هو شكلها زي هيك، تحتوي على مجموعة الرأس هنا جليسترول، هيا شايفينها هنا، خلينا نروح إذا في رسمة بعديها على ما أعتقد، هيا زي ما احنا شايفين هذا جليسترول سي اتش اتش وفي او اتش سي اتش او اتش سي اتش اتش او اتش، هذه مجموعة جليسترول. مين هدول الثلاثة؟ تري فاتي أسيد، ثلاثة أحماض دهنية سلاسل طويلة. هان هيدروجين مع الأو اتش هذه بيرتبطوا بتطلع مية، كذلك الأمر اتش تمام، أو اتش بتطلع مية، اتش مع او اتش بتطلع ميه، صار شكل الرابطه زي كده تمام. هيها ضلت السي والاو اللي معاها والاو اللي ضلت هنا، هيها حدثت رابطه بينهم. الان جليسترول و 3 فاتي اسيد، اكتبها عندك 1 جليسترول زائد 3 فاتي اسيد، سهم اعمل خروج لثلاث جزيئات ماء، اصبح المركب اسمه التراي جليسرايد. هذا التراي جليسرايد اللي تم تجميعه الان يخزن في الاديبوز تيشو، في الانسجه او الخلايا الدهنيه اللي هي في البطن حول البطن والارداف زي ما احنا شايفينها هيك، الخلايا الدهنيه اذا فاكرين في الهيستوباثولوجي، وفي مساقات كثيره قلت لك شكلها زي شكل الخاتم هان النواه، وهذا اللون الاصفر اللي هو فات درابلت اللي هو قطرات الدهون الثلاثيه. نرجع شوف نشوف شو قال. قال لك ذا سمبلستيك ليبيد كونستراكتد، طبعا عفوا الرابطه اللي حدثت هان اسمها استر بوند،
استر بوند. شو اسمها؟ اسمها استرز او استر بوند، اسمها استر بوند. في السكريات الروابط اللي صارت صارت جلايكوسيديك بوند، في البروتين بيبتايد بوند. اكتبهم عندك الثلاثة. نرجع the simplest lipid constructed from fatty acid are the triglycerides. ابسط نوع موجود في الدهون لغاية الان اللي احنا بنتكلم عليه من الانواع البسيطة اللي هو triglyceride والوكس اذا فاكرين. نرجع triglyceride also referred as to TG، مخزون او السكر او عفوا الدهون المخزنة في الجسم اللي بنفحصه احنا للمرضى ونشوف قديش نسبته، لانه سلاسل طويلة زي هذه تتراكم في الأوعية الدموية، بتعمل على انسداد الأوعية الدموية خصوصا في القلب، فبتعمل ايه؟ جلطة، بتوقف التغذية فبتموت عضلة القلب. بتلاقي الراجل بموت وهو نايم او هو ماشي، تشستين، ألم في الصدر من هاي القصة، وممكن تجي جلطة جزئية، ضيق نفس منها. علاجها شو؟ أدوية مذيبة للدهون. لو كانت الانسداد شديد بندخله عملية كسترة اللي هو الأنبوب اللي بيدخل في الأوعية الدموية وبسلك هاي الدهون، بشفطها وبطلعها وبنسلك الأوعية الدموية، بصير الراجل يقدر يطلع على الدرج ويبطل يلهث، يبطل برجع القلب في كامل نشاطه. or a neutral fatty acid أو neutral fats ممكن نسميها. triglycerides are composed of three fatty acids، تتكون زي ما تقولنا ثلاثة fatty acid، ester bond أو linkage رابطة ester with one single glycerol. simple triglyceride تحتوي على ثلاث سلاسل، هذه اللي تو برضو شفناها، هي واحد اثنين ثلاثة، واحدة 16 كربونة، واحدة 18، واحدة 18 وواحد أو عليها دبل بوند، هي هذه اللي في النص، تمام. هي شايف كيف ار التريسلين البليتنين التريولين، ما بديش اسمائهم. طيب ذا بولر هيدروكسيل اوف الجلسترول اند بولر هيدروكسيليت اوف ذا فاتي اسيد ار بوند ان استر لينكج، هاي حدثت رابطه استر بوند. تريجلسترايد ار نون بولر هيدروفوبيك مولكيولز، هاي الدهون الثلاثيه نون بولر كارهه للماء، هيدروفوبيك كارهه للماء، نون بولر غير ذائب في الماء، مولكيول اسينشالي انسوليبل ان ووتر، وهذا هذا الشيء الاساسي اللي بيخلي الدهون كارهه للماء، انه السلاسل هذه كارهه للماء. ليبيدز ها هاف لور سبيسيفيك جرافيتي، سؤال مهم في الصح والغلط. ليبيد هاف لور سبيسيفيك جرافيتي، اي ان هذه الدهون لديها او من صفاتها الكثافه النوعيه لديها أقل من واحد، أقل من المية، يعني عشان هيك الكثافة النوعية قليلة، عشان هيك الدهون تطفو على وجه الماء، تطفو على وجه الماء. وانت بتعملي شاي وجنبه تشتغلي بالسيرج زيت القلي، وإجا سيرج على المي على غلاية الشاي، الدهون بتضلها على وجه الغلاية والمية على وجه كاسة القهوة، بتظهر ما بتنزل في القاع. سؤال مهم. طيب حكينا فيها هاي السلايد، نمشي. قال لك رياكشن اوف ترايجلسرايد، الترايجلسرايد تو زي ما تكلمنا وحدة الجلسترول، لو بدنا نربطها او يتم ربطها في الدم، تمام، هاي H مع الـ OH وتم ربط الـ R، هنا قصدوا على السلسلة الطويلة اللي هي 16 أو 18 كربون، تمام. جليسرول ذا 3 فاتي أسيد اعطانا تراي جليسرايد زائد ووتر. سابنوفيكيشن عملية عكس العملية هذه اللي قمنا فيها أو طرق مختلفة، اللي هي عملية تصنيع الصابون. من باب العلم بالشيء، الترايجليسرايد ممكن تتكسر down the presence of strong base. ممكن كيف بصنعوا الصابون يا جماعة الخير؟ ركزني شوية. بيجي للترايجليسرايد هذه اللي احنا شايفينها، تمام، بضيف لي عليها NaOH هيدروكسيد الصوديوم. هذا في مصانع الصابون عندنا في غزة، لو ربنا واحد يكرمه فيكم اشتغل في مصنع صابون. بيجي للدهون الثلاثية هذه
بضيف عليها 3NaOH تمام، بيحدث عندنا كسر للرابطة، يرتبط الصوديوم زي ما احنا شايفين تمام مكان الجليسيرول. شايفين الجليسيرول هذا راح، ضل بس ايه الديل هذا الفاتي اسيد، وهذا الديل هنا مع مين ارتبط؟ ارتبط عليه صوديوم. يعني شايفين هاي الصوديوم ارتبط على ايه؟ على السلسلة الطويلة. اصبح الان الصوديوم هذا يا جماعة الخير اللي هو من ملح الطعام قابل للارتباط في الماء، والدهون ترتبط مع ايه؟ مع الاوساخ اللي موجودة على ايدينا او موجودة عفوا في الملابس، فبالتالي هنا تدوب المية مع الصوديوم ترتبط على المية هان، والدهون ترتبط على الدهون اللي موجودة على ملابسنا موجودة على ايدينا، شفتوا كيف؟ وبالتالي مع الغسل بتطلع الدهون ترتبط معها وبتطلع. فهنا فكرة تصنيع الصابون. ووكسز، نيجي الان للشمع. طبعا احنا بنتكلم على مين يا جماعة الخير؟ على الشمع الطبيعي، على الشمع الطبيعي. يعني كيف يا استاذ؟ يعني الشمع الحقيقي الطبيعي اللي من النحل الاصلي، لو عملنا منه شمع، شمعة وبدنا نولعها، قديه الشمعة العادية اللي بنشتريها اللي لونها ابيض هذه بتقعد ساعة ساعتين؟ طيب لو جبنا شمعة حق طبيعية بنفس الحجم وحطيناها بدها يوم نص يومين ثلاثة قبل ما ايه تنحرق. ليه؟ لانه طمع شمع نقي مخزن للطاقة، صعب يعني ذوبانه صعب واحتراقه ما بكونش سهل، بينتج طاقة كتير. الشمع يا جماعة الخير، الشمعة اللي انت مولعها وتدرس عليها كان زمان نستخدمها يعني كثرة، الآن ما علينا. متى بدوب الشمع؟ عند درجة حرارة 40 يدوب الشمع، يعني بينقسم بسيح، يعني ايه يدوب الشمع؟ يصبح لين عند درجة حرارة 40. عند قديش بيغلي؟ عند 60، شايف كيف؟ يعني اقل من المية بكتير. وخلي بالك برضو مش قليل، كاره للماء. يبقى الان بنقول بيولوجيكال ووكسز، هذه الشموع ار استر اوف لونج تشين، برضو هيها زي ما احنا شايفين سلاسل طويلة، 28 كربونة، 29 كربونة، 30 كربونة، شايف السلسلة مطولها، وشايفين الرأس بالميتيك أسيد تمام، زي زيت النخل بكون مرتبطة هنا، 30 هناك وهي 14 و1 15، يعني 45 كربونة طول السلسلة تاعت الشمع. Biological waxes are ester of long chain تمام، saturated مشبع ما فيش فيه دبل بوند، unsaturated fatty acid فيه بكون دبل بوند من الجانب الثاني، with long chain الجانب الثاني بكون، والكحول يحتوي على مجموعة الكحول، فبالتالي عشان هيك بيشتعل. their melting point نقطة الانصهار يسيح من 60 إلى 100، لكن هي بتبلش عند 40 تمام. Waxes also serves as diversity of other functions. طبعا هاي الشموع لها وظائف عديدة جدا 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 related to their water repellent properties. نظرا متعلقة related to their water repellent properties لخواصها المتنافرة مع الماء. And their firm consistency يعني firm شكلها للصلابة اللي موجودة في شكلها، زي ما احنا شايفين الشمع اللي موجود هنا في عسل، في العسل، في النحل، في المناحل. طبعا الشمع اذا فاكرين احنا استخدمناه وين؟ طبيا. فاكرين لما عملنا البلوك بتاع الانسجة، صح؟ البلوك اللي هو حطينا قطعة نسيج وعليها شمع، فاكرين؟ ايوه، درنا عليها الشمع، هذا استخدمناه طبيا. يستخدم في الادوات التجميليه في حاجات كثيره. طيب
سيرتين سكين جلاندز بشكل عام الدهون في الفيرتبريت في الفقاريات سكريت ووكسز، أي أنها تنتج هذه الشموع. ليش بيطلع الشمع على الجلد؟ To protect hair في الرأس، عشان يحمي الشعر طبقة كارهة للماء، فبالتالي إيه المية ما بتدخل في قلب الخلايا وتذيبها، ما بتدخل في قلب الشعر ونلاقي واحد شعره ساح في المية. And the skin تمنع إنه الجلد إيه المية يحدث امتصاص لهذه الماء في الخلايا فتنتفخ. And keep it pliable. Keep it pliable. تمام. مرن حتى بيعطي الدهون بتعطي مرونة. لبريكيتد، لبريكيتد انزلاق، عفوا بتعرفوا الشحمة التي تستخدم في البواب وتستخدم في السيارات، باب كيف صوته بكون الحديد لما تحط شحمة بصير ايه ناعم. مرن لبريكيتد منزلق بكل سهولة. and water proof وضد المية، انت لما تيجي تحط الشمع على مكان طبقة شمع، احنا لما بنشتري سيارة جديدة، لما بنشتري جوال، لما بنشتري مواد كتيرة، شو كمان البلاط، عفوا البلاط لما بنشتري بنحط عليه طبقة شمعية دهنية زي الشحمة بتكون فاتي أسيد. ليه؟ عشان تعطي انزلاق، تعطي مرونة بين ألواح الكزاز، بين ألواح البلاط ما تتكسر. تمام. وفي النهاية ضد المية، ما يمتص مية. تمام. ويتفتفت، يتكسر، يتغير شكله. بيرس، نيجي للطيور. بارتيكولر هذه ايه؟ من وظائف، من أهمية الدهون، خلي بالك من وظائف الدهون. بارتيكولرلي خصوصا ووتر فول، ووتر فول الطائر المائي خصوصا. ماله؟ بقول سكريت ووكسز، أي أن هذه الشموع التي تفرز على الريش بتاع الطائر المائي. فاكرين أو عارفين النورس؟ النورس بينزل على أي بحيرة، بينزل بياخد السمكة وبيطلع. طب ليه هو ما بتلش مية وسقط في المية وضلوا في قلب المية؟ لا، لأنه البطة هذه أو الطائر هذا حوالين جسمه طبقة شمعية دهنية تفرز حوالين جسمه، فبالتالي لما سقط في المية ومسك السمكة وطلع، جسمه ما شربش مية، ما أخدش مية تقل وزنه، لا، المية رفضته، طيرته، نفرته، فبالتالي دخل في المية وطلع ما عليهوش نقطة مية، فما زادش وزنه. فهمتوا كيف السر؟ from their pre-gland من خلال هذه الغدد اللي موجودة. تمام. غدد تنظيفية في الجسم to keep their feathers لتحفظ هذا الريش. water repellent كاره للماء، متنافر للماء. the shiny leaves الأوراق اللي موجودة على الصبار، الصبار نفسه قطعة الصبر اللي احنا بنشوفها اللي هو اللوح الصبر هذا، لو انت اجيت بايدك المسمار سلخته بيطلع منه طبقة شفافة على الوجه هذه. تخيلوها، هاي الطبقة كارهة للماء. طب شو وظيفتها؟ تمنع تبخر الماء من الاوراق. اوف هولي رودندرونز اللي هي الاوراق النباتات هذه الصحراوية، بويزون ايفي هاي الاوراق، ايفي شجرة ايفي السامة. الصبار اللي موجود في الصحراء، ماني تروبيكال بلانت اللي بيعيشوا على النباتات اللي على خطوط الاستواء، ار كوتد وذ ثيك لايرز اي انها في طبقه سميكه من الووكسز من الشموع، تمنع التبخر، تبريفنت اكسسيف ايفابوريشن، تمنع عمليه ايش؟ اكسسيف ايفابوريشن، ايفابوريشن التبخر الشديد اوف ووتر، اند بروتكت اجينست باراسايتس. نقطة أولى، نقطة اثنين، هاي الطبقة تمنع الطفيليات، الديدان، الحشرات اللي بدها تغتزي على الشجرة هذه، فبالتالي الشجرة احنا ما بنسقيها في الصحراء فتعيش سنوات وبتمنع الماء تتبخر منها. ولا يسعنا إلا أن نقول سبحان الله. biological waxes هاي الشموع من ناحية حيوية find a variety of application لها تطبيقات كثيرة in pharmaceutical في الايه في الصي... عند ال... في جسم الصيدلة أو في علم الصيدلة بيستخدموا هاي الشموع من أجل إيه؟
عمل مجسمات، عمل أدوية، عمل جبس، عمل مش عارف شو. كتير في الأدوية الصيدلانية تستخدم هذه الشموع لأنها صلبة وعند درجة حرارة بسيطة ممكن إنه تذوب، ونبدأ نشكل فيها كوزمتكس في الزواج، المجملات، هذا الزواج عفوا الذي يستخدم لدى السيدات، لدى الممثلين، لدى شخصيات اعتبارية، لدى انه بقول لك هذا الزواج والادوات التجميلية لا تذوب في الماء. ليه؟ لانه تحتوي على شموع عند اذر اندستريز، وفي صناعات مختلفة وعديدة مثل معمل الانسجة اللي احنا اشتغلنا فيه، اللي استخدمنا فيه البلوك. تمام. طبعا خلينا نتوقف لهذه النقطة ونستكمل في المحاضرة القادمة. أستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم.